قول لأمك تجلس. لا تجلس. وهو قلت لي تقوم. ما عليك انت امي. قل لامك تجلس، قل لامك تقوم، قل لامك تقر، قل لامك مالك، قل لامك، قل هو الله احد، قل اعوذ بربي فلق. ما معيك، ما معيك، ما معيك من امي. انا ودي امي، سالك بالله امي، امي امي اتق الله، امي فين ودي؟ ما ادريش. شوف هذه ليله عمري، اشتي انبسط، اتصرف، اعمل لها اي حل، ان شاء الله تبيعها. بيعها؟ ايوه والله فكره. سهل لنا حبيبي. ابيع امي. لحظة لحظة لو سمحت، وقف الموسيقى لو سمحت، وقف. أم نعمان تعالي لو سمحتي. ما هو يا بني مالك؟ تعالي بس يمه، تعالي تعالي. موت شان. أنا قررت اليوم لازم المناسبة العظيمة إن أنا أبيع أمي. نعمان! مين يشتري أمي؟ نعمان! لحظة يا يمه اصبري. مين يشتري أمي؟ مين يشتري أمي؟ شفتي؟ ما حد راضي يشتري أمي. تعرفي ليش؟ لأن أمي غالي، الأم غالي وما حد يقدر يدفع سعره، لكن أنا بشتري أمي، أنا بشتريك أمه وبيعك أنت، أنت طالق، طالق، أباقي حبة، طالق، يلا يا أمه.